للمزيد من التحليل ينضم الينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث مجموعه ايكويتي جروب. اهلا بك استاذ رائد. يعني اذا ما تحدثنا في البدايه عن القطاع النفطي، كيف سيكون اداء القطاع النفطي في العام 2023؟ طبعا النفط مثل ما ذكرتي بالتقرير هو انها تعاملات هذا العام ارتفاعات طفيفه جدا، كان هناك مجموعه من التقلبات حدثت خلال تعاملات هذا العام، كان هناك تفاؤل كبير بانه النفط يستقر فوق مستويات ال 100 دولار للبرميل، ولكن اعتقد الضغوط الكبيره بنتيجه ازمه الطاقه وبنفس الوقت ايضا التغيرات في السياسات النقديه التي حدثت بمعظم البنوك المركزيه، اعتقد ذلك دعم تراجعات طفيفة. يعني شفنا الدولار الأمريكي أقوى، بالتالي كانت كل السلع أقل وعلى رأسها النفط، بالتالي لم تتمكن من تحقيق مزيد من الارتفاعات. بالنسبة للعام القادم مع تخوفات نوعا ما من ركود اقتصادي وكذلك الأمر يعني قلق، أعتقد سوف يكون هناك استقرار لأسعار النفط عند مستويات 80 إلى 85 دولار للبرميل عند هذه المستويات على الأقل المدى المنظور في الربع الأول من العام القادم. من العوامل الداعمة لارتفاعات النفط مثل ما شفنا أخبار اليوم من الصين التي سهلت نوعا ما أن يكون في عندي طلب أفضل من أكبر اقتصاد في العالم من ناحية الصادرات النفطية أو من ناحية الواردات النفطية عفوا، بالتالي ذلك أعطى نوع من الدفع لأسعار النفط بالاتجاه الصاعد. المزيد من الانفتاح، المزيد من عودة سلاسل التوريد إلى ما كانت عليه دون أي مداخلات إن صح التعبير من كورونا وتأثيراتها السلبية سوف يدعم استقرار أسعار النفط. لا أعني بذلك ارتفاعات أكبر، وانما سوف يكون هناك استقرار عند المستوى الحالي. نعم، طيب الدولار، كنا نتحدث عن دولار قوي في بدايه 2022، لكن الدولار الان يشهد تراجع في اخر العام، برايك يعني كيف سينهي الدولار 2022؟ يعني سوف ينهي قريبا من المستويات الحاليه، يعني عند ال 102 الى 103 لمؤشر الدولار الامريكي. اعتقد الضغط الذي جاء على الدولار الامريكي بشكل واضح نحن بنشوفه انه هو نتيجه التغير في سياسه الفدرالي الامريكي، كان يرفع بقوه وبطريقه شديده اسعار الفائده، الان بدا يقلص، حتى وان كان هناك مزيد من رفعات اسعار الفائده ولكن المستثمرين والاسواق تحاول ان تسعر ان الفدرالي اقترب من القمه فيما يتعلق باسعار الفائده، واعلى من ذلك ممكن أن يكون هناك ضغط على النمو الاقتصادي الأمريكي، تأثر سلبي في البيانات الاقتصادية، ولن يقدم الفيدرالي على التأثير على النمو الذي تم تحقيقه فعليا في الاقتصاد الأمريكي، بالتالي ممكن جدا أن نشوف مع اقترابنا لمنتصف العام القادم إيقاف عملية رفعات أسعار الفائدة. نعم، طيب يعني بالرغم من أزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم إلا أن اليورو لاحظنا يتحرك بإيجابية، برأيك ما الأسباب؟ مثل ما ذكرنا الدولار الامريكي اللي بدا يضعف تدريجيا بعد ما زار القمه عند ال 115 كمؤشر، الان هو عند ال 102، من المتوقع ان يدخل العام القادم دون مستويات ال 100، هذا عم يعطينا دعم غير مباشر لليورو، وكذلك الامر بالنسبه لليورو الاسوء اصبح في يعني الماضي نوعا ما بالنسبه لازمه الطاقه، بالنسبه للتوترات الجيوسياسيه، بالتالي اليورو ميال اكثر للارتفاع، خصوصا انه البنك المركزي الاوروبي يواظب بعمليه تشديد السياسه النقديه ومستمر بهذا الأمر، بالتالي ممكن ينهي تعاملات هذا العام عند 1.07، هو عند 65 حاليا، وبيبدأ العام القادم عند مستويات ممكن تصل إلى 1.1 خلال تعاملات شهر يناير. نعم، طيب الذهب كيف سينهي 2022؟ يعني الذهب يعني خيبة نوعا ما للكثير من المستثمرين عند ال 1807 دولار للأونصة، كان هناك مزيد من الآمال أنه يقفز إلى مستويات ال 2000، أعتقد لا يزال الطريق ممهد كل ما عندنا انخفاض في الدولار الأمريكي، وأيضا مع ازدياد مخاوف الركود الاقتصادي أكثر في العام القادم سوف يلجأ المستثمرين إلى الذهب مرة أخرى وسوف نشاهده بمستويات أعلى. أعتقد المستويات المفتاحية للذهب هي 1840، أي اختراق لهذه المستويات خلال تعاملات الشهر القادم أعتقد سوف تفتح المجال نحو 1900 إلى 2000 دولار للأونصة، ومن ثم ما أن نتجاوز 2000 سوف نسمع الحديث مرة أخرى أنه الذهب عند 3000 والذهب عند 2400، وهذا أمر وارد جدا لأنه يوجد هناك عملية تسعير غير عادلة بالنسبة للذهب إن صح التعبير في الآونة الأخيرة. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.